ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله، حمله الله ومن آمن معه على لوح، على خشب ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. لأن يعني بعضهم يقول أنا بتقي الله ونشوف، هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة، سيأتيك. ولذلك قد يتأخر الفرج وقد وعدت به، لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل. ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقك لربما فسد حالك، إنه الحكيم. وقد يكون لك لذة في المناجات، ما تلاحظون عملية بكرة وقلب مفتوح الواحد، وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب، الدكتور انت ضابط وضعك وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات، هنا يا رب طالعه من شغاف قلبه، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية المنعم يعطى حتى لا يستطيع أن يتخلص من النعم ولا يعيش بدونها، فيكون الأخذ أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.